تفاصيل اكتر عن مسيره فؤاد الحداد طبعا الفنيه. على الهاتف معانا الكاتب الصحفي الكبير خيري حسن. صباح الخير عليك. صباح الخير يا استاذ حضرتك. اهلا بيك. النهارده طبعا ذكرى رحيل فؤاد حداد متبني شعراء العاميه، واحد طبعا من مؤسسي شعر العاميه. ايه السر في ان كلماته لسه عايشه جوه الناس البسيطه لحد دلوقتي، وعرفوا كمان اسمه في الشارع؟ صباح الخير الاول. فؤاد حداد السر في ان كلماته ما زالت باقيه هو الدستور او الفكره او المبدا اللي هو عايش عشانه. وهو نفسه لما كانوا بيسالوه صغير، يعني انت ليه عايز تكون شاعر؟ ما هو موضوع مهم جدا الحكايه دي. قال لك لاني عشان الناس، واحب ان اساعد الناس حتى تكون حياتهم افضل. يعني دستور او فكره او مبدا او فلسفه فؤاد حداد في الحياه على عمر نعتبره القصير 58 سنه، ده يعني مش يعني امال لو عاش 70 80 سنه كان هيعمل لنا ايه كمان؟ نقول ان هو الفكره دي بقى هي فكره الناس، ولذلك تمتد بقى سلاسل علاقته بالناس، تمتد كلماته مع الناس، بتعيش كلماته مع الناس. انا شايف التقرير اللطيف اللي انتوا عاملينه ده بيقول اهو انه في السنوات يعني مسلسلات واعمال دراميه كانت وده هيحصل في السنين الجايه. فؤاد حداد في فلسفه في، يعني اما تقعدي تبص، اما نقعد حضرتك تبص عليه كده شويه، انا شخصيا بشوف انه هو في تركيبه كده كانت باني عليها فلسفته في الحياه، الحياه اللي عاشها واللي ستمتد طبعا مئات السنين. هي ثلاث قضايا كانت بالنسبه له في ظن الشخص، يعني من خلال قراياتي لشعره، يعني مصر رقم واحد، او قبل مصر بقى الناس، لانه ما فيش مبدع ملوش علاقه بالناس. يعني المبدع المنفصل عن الناس هو ما مش مبدع من الاساس يعني. ففؤاد حداد عنده فلسفته في الحياه الناس، ثم مصر. وخدي بالك من حكايه مصر دي كمان، لان برضه لما نبص عليها تكتشف ان هو يعني، ودي عبقريه مصر بقى كمان وعبقريه فؤاد حداد. عبقريه مصر في انه اللي يجيها، يعني فؤاد حداد اصوله شاميه عظيم، طيب لما يجي مصر بقى خلاص يبقى اصوله مصريه. ودي عبقريه مصر اللي هي بتستوعب ان هي بتعمل عمليه خلطه كده ليها علاقه بقى بالارض بالهواء، انا وجهه نظر يعني بالنيل بالحياه بالناس بالشوارع بالحارات بالقرى بالازقه. فهو كان عنده ثلاث حاجات بظن انا الشخصي، يعني فلسفته، يعني مشروعه الناس ومصر والقضيه العظيمه في حياته قضيه فلسطين. ولذلك هتلاقيه مثلا يعني الهيئه العامه للكتاب في 2013 دكتور احمد بجاهد لما كان ماسك الهيئه عملوا الاعمال الكامله، لكن في الاعمال الكامله دي، وده انا بلفت نظر الساده المشاهدين ليه، مجلد اسمه فؤاد حداد مصر. يعني المجلد ده اساسا قائم كل اللي فيه، كل اللي فيه جامعين بقى كل ما هو كتبه فؤاد حداد من شعر عن مصر. وبعدين هو وده كمان اتعمل في الاذاعه، وانا ارجو ان الاذاعه يعني تبادر بالبحث عن هذا العمل. اتعمل في الاذاعه كل الشغل ده سنه 69. طب ده عظيم جدا يا فندم. والاهم كمان زي ما حضرتك ذكرت كده انه قربه من الناس واحتكاكه بالناس هو اللي خلى انه يقدر يستخدم مفردات تصل لقلوب الناس وتفضل باقيه في قلوب الناس. كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ خيري حسن، شكرا جزيلا ليك.